تصوتون على فريق دعمي؟ واحد لا استعطاف استعطاف والله انه يا عيال من فريق دعمي يا عيال من فريق دعمي اقول يا حظ الرجال اللي مجمعين عليه ابن عم فريق دعمك يا اخي اسامه فريق دعمك يا عيال امدح فريق دعمي يا عيال يوم شمري يوم شمري يلا ايش تراك امدح تراني ها على حاتي اخي ما اشوف من هو الله يا ولد من هو كلمة عدم والله بيض الجيم أقول لك أنا طيب يا عدم أبدأ فريق دعمي كلهم يدخلون الجنة كلمة عدمهم أعظم فريق دعم في العالم فريق دعم لا تقل لا تقل والله ما يجب يا أخي الأسراج عشان فلاح يتكلم فلاح يا مالك أبكلم فلاح حلو عاد حلو عاد يتكلم فلاح يا فلاح عندي فريق دعمي حدك على فلاح يا ولد يا عيال يلي يراك بس يا عيال يبي يكلم فلاح ايوه يبي يكلم فلاح انت تفهم عشان ما يضيع تركيزه وخر يفتح علشان ما خليك تكلم وخر اعلمك اعلمك فلاح اسقط عليهم فلاح يقول لك مصحى عامر يعلمك فلاح ايش هذا ايش يبشركم بس طيب ليه كذا كيف دريت؟ انا يبشركم بعد وش دريت؟ تصميم اي كيف؟ انا اعلم قلت لك دريت كيف دريت؟ انا ادري انهم كفوا وهذه خاصين لكن تطلع من الظلام الاول يعني ايوه ما تقدر خاصم 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 طافي كله وانا يا طوال العمار اصبر وانا بعد خاطب فلاح وانا بعد بخاطب عايض اسمعني تجي تخاطب تجي هنا واجي هنا عشان لا دقيقة ربع ابي اسمع لا اله الا الله قول ما شاء الله لا حد يعطيني عين اسمعني عندي والله فريق دعم كأني مع عدمهم يشهد بالله ركز يا فلاح انهم اللي وصلوا عقب الله وسامة هنا اول نجح ركز يا فلاح ركز يا فلاح ركز فلاح بهرج اسمع خلنا اكمل خليه يكمل ويقولوا لكم ابشروا بالخير والخير ليه تنسخ وتوصك نفس كلامي ليش تنسخ وتوصك عادي عاشر. علمني اعلمك وحن داخل وتقولها فلاح 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 انا دوري انا دوري انا دوري اسقط علي انا دوري الصواعق يا سعود انا اسمي صاعقة البزنس والصواعق واقفين بالجالية وفي الاسلام ويقول لك وانت يا الجمهور لا ما انت بشحور والنجاح اللي حصل لك ينسبي فعلكم سبب نجاحات وطموح ود يا الجمهور عز ومكسبي اشهد لله هاي نعم يا حبيبي نعم من جلست على مقعدتك وريحتنا من زندتك اجلس طيب اختصرها لكم لا يا عيال حمد شباب معاك اذكر والله هاي قسما بالله ما في مثل جمهور الفوازع كفو كمل سمبوسه حمد كمل حمد يخاطب فلاح حمد يخاطب فلاح اسمع كله اسمع طيب حمد تكلم حمد خاطب فلاح يا رجال عامر منير ما هو اللي خاطب فلاح انت تسوي نفسك ما تسمع ايش؟ عامر منير اسامه حمد يخاطب فلاح خاطب فلاح اركض طال عمرك اخي اسامه اركض خلي فلاح كلم يا فلاح أنا ويقول لي الرجال يا رجال الرجال يخاطب واشكر المحزن اللي ما يبون يا فلاح يا فلاح اسمع كلام يا فلاح والظاهر فلاح ما يعاين فيكم كل فلاح لا تعاين فيه والظاهر فلاح يعاين في اللوكيشن الثاني ليه ما تعاين فينا يا فلاح يعاين في اللوكيشن الثاني فلاح عنده حصانة ما يطالب احد عادي فلاح هاك ركز تعطيني النص حسانة تعال نص يا فلاح يا يا من جاب يا شيف اسلم يا نايف دجاج يلا ابدا اجلس جلوس يو اجلس يو عشان فلاح يا فلاح الله يمسيكم بخير اشكر الله اللايف لابو الله اشكركم يا الفلاح النوايف يا الفلاح كلكم اشكركم يا الفلاح النوايف انا يا ريي كلكم اشتقيتوا من اسمكم اسم دعم الفلاح سميتهم طويق
الفلاح فلاحين مدلع وسام بالخير عامر انا ما حطيت اسم انا ما حطيت انا ما حطيت اسم هم بحاجه اسم نعم هو ما اكبر من الاسم هو ما اكبر من الاسم عمد امنع يا اخي عامر بيض الله نخرك انا على كيف اوصل اوعده من القادم اجمل لأن رجع 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 نايف نايف أبو عبد الرحمن نايف 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 يا رب نايف 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 والله إنه يعني